تحت رعاية الرئيس السيسي افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة فعاليات الدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا. وأكد وزير الثقافة أن الوزارة ستظل داعمة لكل مبدع وستعمل لبناء مجتمع يدعم ويبني أبنائه في كل وقت وكل مكان. كما حرص وزير الثقافة على تكريم مجموعة من الفنانين وأصحاب البصمة المتميزة في مجال ذوي القدرات الخاصة.